رأيك إيه في انهيار مسرح الدولة؟ ما بقاش موجود زي زمان ووجود الفرق الخاصة دلوقتي. والله هو المفروض إن في مؤامرة كبرى على تجريف المواطن والعالم العربي اللي موجود من شخصيته، لكن احنا واعيين للحكاية دي، واعتقد ان احنا سوف ننتصر بالتأكيد، زي ما احنا بننتصر جوه مصر على الارهاب اكيد هننتصر برضو بالفكر والثقافة من اجل تلك الامة العربية ولم شملها ان شاء الله. عايز اعرف رأيك في دلوقتي مسرح الدولة ما بقاش زي زمان، بقت المسارح يمكن الفرق الخاصة شغالة اكتر، بتشوفي ده ازاي من وجهة نظر حضرتك؟ بشوفه كارثة والله، يعني حاجة محزنة جدا جدا جدا، يعني تقريبا لا، يعني ما فيش لا مسرح ولا خاص ولا حتى المسرح الخاص، يعني انتاج ضعيف جدا كل فترة طويلة، ما يعني لا ما حتى ولا خاص ولا الدولة، ولا هو بقى بتبقى نظرة من الدولة لإعادة يعني المسرح بشكل عام، يعني سواء اللي بيتبع الدولة أو المسرح الخاص، لأن المسرح ده ليه سحره الخاص، ودي من الثقافات المهمة اللي لازم الشعب العربي يبقى منتمي ليها. فأنا نفسي أن الدولة ترجع تاني الحياة للمسرح. مسرح كله غايب، يعني حتى ما فيش مسرح قطاع خاص، يعني في شكل بيسمى انه مسرح لكن هو ده مش المسرح يعني، بس انا شايفه انه في حركه بطيئه للمسرح، بتمنى انها تنشط اكتر من كده. لا هو مش منهار، هو السبب الحاله الاقتصاديه العامه في البلد، يعني احنا لازم نقدر ده، ان اللي اتخرب في سنين طويله مش هيتصلح في سنه ولا اتنين، فهم في احنا عارفين ان في الحاله الاقتصاديه صعبه، ده مخلي مسرح الدوله مش قادر ينتج، خاصه ان بعض النجوم القطاع الخاص عودهم على الاجور العاليه قوي، فابتدوا يتمردوا على مسرح القطاع العام، لكن مسرح القطاع العام ده مرتب، احنا بناخد مرتبات ثابته يعني كموظفين لنا مرتب، كونهم بقى يدوروا على اللي يجيبوه من بره ويدوا له مبالغ كبيره، ده سفه من بعض القطاع الخاص، من ناحية ضعف الإنتاج بتاع الفرقة القطاع العام، يقوم يقول لك أجيب نجم وديله ويديله مبلغ كبير قوي أكتر من أعضاء الفرقة، فأعضاء الفرقة يزعلوا فما يشتغلوش، سياسة غلط. أولا مفيش مسرح خاص حاليا، كل المسارح مسارح الدولة شغالة، وفيها مسرحيات متميزة جدا من الشباب، من كان تجارب شبابية، لكن المسرح الخاص للأسف ما مندثر دلوقتي، يعني لسه ما فيش غير مسرحية أو اتنين اللي هم شغالين، لكن مسرح الدولة متواجد بقوة. يعني مثلا نقدر نقول ان فرقة مثلا الفنان الكبير أشرف عبد الباقي بقت مكتسحة في السنوات الأخيرة؟ لا، ده نوعية من أنواع المسرح، ما نقدرش نقول إن هي يعني إيه كل المسرح، كل نوعات المسرح دي نوعية كوميديا خاصة، ما نقدرش نقول إن هي يعني طبعا نجاح جميل وبيطلع مواهب جميلة وكده، لكن ما نقدرش نقول إن هم يعني إن السوق ما فيش غير المسرح ده، لا إحنا عندنا مسرحات كويسة جدا، يعني أنا مثلا عندي مسرحية بنلم في بيها المحافظات واشتغلنا بيها في مصر في القاهرة شهرين متواصل، وفيها جمهور يعني كل يوم، يعني وكل ما بيطلع بيجيب لنا جمهور أكتر،